لو حبينا نتكلم على كنترول الترانسميشن اوف انفكشنز، ممكن نبتدي نصنف الترانسميشن ده ان هو يا اما ايربورن يا اما دروبلت بينتقل عن طريق الرذاذ، او لازم يبقى في كونتاكت، في دايركت كونتاكت. فبالنسبه للايربورن بيبقى المايكرو اورجانيزم نفسه بيبقى حجمه صغير جدا، اقل من 5 مايكرون، والحقيقه ممكن ان هو يعني يتحرك الحقيقه في فترات ممكن تكون طويله يعني، وعامه ممكن ان هو يعني ممكن يبقى حركته اسرع شويه من الميكروبات الثانيه. فالحقيقه طبعا في امثله كثيره الامراض فيها الكلام ده، وبنتكلم على البروتكتيف ميجرز اللي نقدر ان احنا نعملها، ان احنا نايزوليت البيشنت في سنجل روم، يعني الشخص اللي عنده المرض اللي هو بينتقل بايربورن ترانسميشن يبقى في سنجل روم. بنتكلم على يعني ما يبقاش حد معاه طبعا. بنتكلم على ريسبيراتوري بروتكشن، يعني الشخص اللي بيتعامل معاه لازم يحط يعني ماسك عشان يتنفس من خلاله، عشان ما يبقاش فيه اي مشكله، ما يبقاش فيه مشكله للترانسميشن. والحقيقه في بعض الحالات زي الميزل، زي الفاريسيلا، زي حاجه ميزل مثلا زي الحصبه او الحاجات اللي زي كده، بنتكلم على الاشخاص اللي هم ما هماش اخذوا المرض ده قبل كده، ما يستحسنش ان هم يدخلوا الغرفه اللي فيها المريض بتاع المرض ده. فالحقيقه لازم نحاول نمنع ان يبقى فيه اي تشانس ان يحصل انتقال المرض بالشكل ده. فهنا بيسكلي بنتكلم على ايزوليشن للبيشنت، بنبعد عنه الناس اللي ما خدوش العدوى قبل كده عشان ما يبقوش محصنين ضد المرض ده، وبنلبس ريسبيراتوري بروتكشن لما ندخل الغرفه اللي فيها الشخص دوت.